ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم بيري لايك. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديده. النهارده هجرب معاكم اغرب التجارب والاكلات للقنوات الاجنبيه. تعالوا نشوف هتظبط ولا لا. اول تجربه هتكون بالسكيتلز، ان انا هدوبه في قلت الوافل. كل لون لوحده، طلعوا بالشكل الجميل ده، عجبني قوي. بعد كده بدأت ارصهم بقى في الآلة، يعني كل لون فوق بعضه. بعد كده حطيت لهم هوت ايس كريم وسبتهم لمدة، اخد معايا وقت شوية يعني. بعد كده ساح بالشكل الجميل ده، بس سبته شوية علشان اعرف اخرجه. الحمد لله يعني خرج بكل سهولة، سبته بتاع 10 دقايق كده لحد ما عرفت اخرجه. طلع بالشكل الجميل ده، مكنتش متوقعة ان التجربة هتنجح معايا وطلع الشكل لذيذ قوي. ممكن نزين بيه اي حاجة احنا حابينها، يعني فكرة جميلة قوي وشيك كمان جدا. فيها فكرة جميلة، بديها 10 من 10. تاني تجربة هستخدم فيها قلم الروج. حطيت اول حاجة التلج، بعدين هصب عليه مية بحيث ان التلج يسيح شوية، وبعد كده بالولاعة هبدأ اسيح الروج. المفروض يعمل معايا شكل الوردة. في الاول ما ظبطتش معايا شكل الوردة، بس بعد كده يعني عايزة حد يكون متمكن ان هو يسيح الروج بشكل احترافي. بس ظبطت معايا واحدة اهي، شكلها جميل جدا. التجربة دي استمتعت بيها جدا جدا، واكتر تجربة عجبتني في التجارب النهاردة في وردة اهي، عملت لها زوم، شكلها روعة جدا جدا. بدي الوصفة 10 من 10، ممتعة جدا جدا. تالت تجربة هي هتكون فيها البونبوني الملون ده، هبدأ اسيحه. هستخدم، حطيته في ورق الزبدة وبدأت اسيحه بالبيبي ليس. اخد وقت علشان يسيح، ممكن ان بتاعتي يعني حرارتها ضعيفة شوية، بس للأسف حاولت اخرجه من الورقة، من ورق الزبدة، كان لازق، فسبته شوية ينشف زي ما عملت مع السكيتلز، بس للأسف مخرجش زي ما كنت متوقعة. كنت حاطة في دماغي ان انا هزين بيه حاجات جميلة، بس للأسف زي ما انتوا شايفين التجربة دي فشلت معايا. زعلت قوي، بس ممكن يكون مشكلة في ورق الزبدة، مش عارفة يعني كان بالشكل ده. رابع تجربة هي هتكون فيها بيضة، هعملها زي، يعني هتكون زي النودلز. هسحب الصفار بالسرنجة، بعد كده بسخن زيت يكون عميق، وهنزل بقى بالصفار على شكل نودلز. بس ما ظبطتش قوي التجربة دي، يعني النودلز ما كانتش فعلا ملفوفة. ممكن اكون محتاجة سرنجة تكون طولها اكتر علشان تسحب معايا كمية كتيرة. بس هدي التجربة دي 5 من 10. بكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة والتجارب اللي عملناها مع بعض. وقولولي اكتر تجربة عجبتكم فيها. استنوني في فيديو جديد، بحبكم قوي، وما تنسوش اللايك واقتراحاتكم الجميلة، وهشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.